داوودي الكسو دوادا برنامج جارا أو كسابسن قد الشرف وأسمي بهوي تصحافة دا ملكيلها ويبسايت كا عينب نيوز آدن عيديد هذا با مرتشرف تن أي وعايسوي مدي قيبها كلا دوان صحافة دا سومالي لان هدي تايكو مدا حبنان إيو كوا حكومة دا با وحانا هالكاسي هذا لو مهدنق إيو ولي با قوبابي يديري قلنا وكسو تشيريه روك عدايا دا صحافة دا غير كمي دا وكمي دي هاي محمد حسن علي وجي iyo waliba tafatiraha wargeyska waheen xuto hadaba xafladan iyo sidii ay u qabsantay ayaanu jecelnaa inaan barnaamijkan idin ku soo gudbino ee daawasho wanaagsan waxa maanta masuuliyiinta سلو لكم منها ولو هذا الشيء كسنا هاي مكانت أنا كان نور تاهي وربعت ما كان يوم سويت ما دور أنا سنيك سوا أنا أدخل مع ورسين يسوي سنا ما أنت بس أنا لو ما كنت عارف بس هذا سلو دكان ولا بس سنا هذا لا تمر ما هم قلنا ونتكلم من سلياش سوما لأن مسألة هذا إنه نشافه أو ما أنت ميدي ما أنت حاجة نسوي كمان وتدوس في مليو وأنا غير مصوبة كل الآن ميدي ولا هالشيء أشكر محمد قينا وحمد الله نهي وحب كملة هذول بعض الصحافة الأمة لأن كل ديني أنت ليه إنك بنا بين الترا مقام عندنا هم بعض وانكو محمد قينا ما عشان مدن ما في تاسو سخف في عشان بنتي هذا من الله مرات كواحد كأصل لها ما دام ونحن نسوي نبيت يا من أولي قال كل الصحافة الزملاء ما مانت أطيب فلما تأمر دعوة سو قالي إذا كنت عيسى من القديم وأنا قاعد فلا يا لي إني لا هل أفهم ذي دعوة عيسى سو قالينا ما نتوقع سنة كنت عيسى من فاتع ومرتاح وتعمل يا كل بقى كلمة دعم أورانا يوحوا لي أن أهل كل وحبك على مقر صورة والنصر على الصحافة كل اللي قال في الصلاة هلا كنت أنا نو كوه هلا وراك اللي فوق هاد الكل يعني اللي كان من وقت الله بدو ما كان سامي الله تبت أنت ولا بعدين ما قلت ما دعنا لو استنعم أنت بدو وراك اللي الكل يعني أيوة تبت كل ده تقول كل سنة هذا نوع حقيقة إن ما أنت ولا نوع ولا نتين بس الصحافة ما كان كهلا لبلا ما قبل ما أنت الصحافة الصومالة من دقت أبو كل نوع عليه يا الصحافة وهو مثلا كتير هذا لما عكرمك على تدرو فبضعوا الشيء أو أي كم أنت هاي وهو رئيسه هكذا شو هذا الصحافة هذا الصحافة اللي أي نفتو ولا هكذا حتى حكومة لما كان لقي لوت كان حكومة الصومالي لا ما أنت ما تمو أي حكومة دي هو رئيس إلا هذا هو اللي بضن حكومة هو تعجيل على علم السكين لكن هذا المرة تل يتسي ورطان ما الله يقول إلا كذا والباهن كذا منطقة أمع عالم كواه الشاس يقول هو يجي هو حتى بغن عواء حرك هذا هو الضمضة عمد الدواكة المشاركة عمد الدواكة عالم كذا دين له حرك تكب الله أي كذا عاكس مركاو حليا هاي بحضة صحافة ما حلو قد بلوح والبعض اللي هم يعملون كسبوا من الأخير ما أنا هال ميل لقد مغلوط يتشابه كريك إن لأس صمرو لقد بضيئ إنتا سي بارم حاج مثل ما وجدت له صحافة عام مشكلة دولة تلاوة عنيو تسومان لما قلعه حاجة أبغوط كعاكوف ما صحافة تسومان لما قلعه إلا حتى نبيه القوة تاقيرو حاجة بخبرش أما أقل كمهلا قلت إنه بيشوك كل وقت نوصات رطابة oo inta lama halka fadhiyo xaalay ba qaar badan masaarifta la ka bixisa oo sidoo kale aan dii dii garaya sidaa loo qabto xusuusta laakiin ma hadna hadana kaalinti turti ee ay u baahan tahay saxafada waa dii xaq waxa la soo wado in hadda xaqna la arko ma tabo marka aad booto ama inta jirtaba hadii aad farsamada ka wax u saartaa waxaan jeclaanaa inaan ahdo saxafada ee aad tiri karta insha Allah waa soo tartaa أجمل ما تصنعي هو فاضل من عصحابته ما تجمل في كل وينه وحنو لا نستطيع جوز ولا جيوب ولا أرنو بنا نيجي تسمو هذا الجوان هو زاد سجل هذا متى في طريق كله خلاص عصحابته قام بتابعه وعندو سو وينه يا فضيع عصحابته محمد حسن علي وجهي أو سنو أرضه
qofka ammaantiisana waa loo qiraa idinka saxaafadiina dambe waa naga wanaagsan jira aadan ba idiin hiiliyo boqolaal ila da-ahaa oo saxaafiyiina dibadda la jooga oo yimaada maalin kasta way ma aragay wa saxaafada toban ka mid a xitaa isugu idhaha waraa isbaranayaa marka aadan waxa leeyahay kuwa kale maqanna waxaan leeyahay ku dayba iwalaba reerkiisa markuu imaada yaro reerkiisu meelo galaa ma yaqaano bahdii saxaafada inuu yeedho khaasatan kuwii ila da-dahaa way buux waayo aadan ba hadda isagu baneeyey kuwii la dambeyna wanaagsantii waxaa la haystaa isu jeclaada haddaad dab joogtaan iyo haddaad guda joogtaan waxaan kaloo odhan lahaa shaqadan aanu qabanno ee saxaafada leeyo runtii dhalinyaradiina waxaan u sheegi lahaa qofkii lacag doonaya haddaa iskaga tago qolay badan baa jeclaa idinku qabanaa iyosha maaha meel lacag laga qobo saxaafada waxaa laga qodaa wax kale maaha saxaafadu magac baa laga qodaa iyo sharaf iyo haybad iyo ayaa loo qodaa laakiin lacag lagama karo ma haddaad lacag doonaysa businesskaa la karo meelaha kalaa la karo haddaad saxaafada dhexdeeda lacag ka doonto magac xumaa uga dhacaysa magacaaga waxaad ku helaysaa adoo dhexda xidhaa wadaal kula qabto oo audiencekaaga dadka ku dhagaysanaya ama readerskaaga ama ku akhrisanaya kasbada ayaa kuu amarka adiga guusa waxaan kaloo u sheegi lahaa oo ere kalean sida ii sheegi lahaa yahay saxaafigu uu miir qaba saxaafigu waa qofka uu miirka qaba leh bini aadamka shaqeeya qof fududi saxaafada shucur kuma leh waa inuu noqdaa qof dul badan oo patient ah qof dulqaad leh qof sabir leh mid kale inuu yidha saxaafigu bini aadamigu la mid yahay like all our humans bini aadamiga waxaa dheeb saxaafadu maaha immunity ma leh qofka saxaafigii qaar maji saxaafigu soo askari aniga ila hadli karaa sharciga dalku wuu ku qabanaya dad waxarda waa lagu qabanaya dad qof karto waa lagu qabanaya dad qof cayda waa lagu qabanaya laakiin shaqada saxaafada hawsa gudaheeda markaad hayso ayaa wixii qofkii markaad ugu awood jirta shaqadaada qalba laakiin inta kale bini aadamkaas kale ma tahay dad aqal kale kala baxsatana waa lagu xidhay oo si la xidhay ma anigu saxaafiga marka horta hal ogaa saxaafada inaan ahayn mid dembi una kaa masaxaysa laakiin saxaafada taka mamnuuci waxaa weyaan shaqadaana qabanaysa in lagu xidho oo xaqiiqa aad sheegta lagu xidho taasaa dulmi laakiin adoo wax dulmaya waa lagu xidhay ayaa mar xusuustaa haddaa magacaamaay rag naga mid ah ayaan waxaan tagnay dekedda berbera waanu kormeer shaq balaash waxaanu qabanay inuu tagnay damarkii waa lala dagaalamay raggaas karta kuwa kale ay yimaada ee meelaha dhuundhuumanayan waxaa loo leeyay idinma baahna aadano kale aanu u baahna marka hore waxaan idinka mahadcelinaynaa casuumadii aanu dhiibo marti qaadnay aan naga aqoonseen looga tiraadee waxaan hadda leenahay aad iyo aad ba umahadsantihin kolley casuumadani walays casuumaa in badan dadku is casuumaa meel badan wala isugu yimaadaa nagama ahayn casuumada inaanu casuumadoonu dii fidino laakiin waxaa ka fiicnayd inaynu is aragno oo isu nimaadno oo isbarano odayaasha saxaafadda iyo dhalinyarada meel kasto saxaafadda kala duwan ay ka joogto aanu is aragno oo ay noqoto bal kulan maadaama kulay aniguna aan isku cusubahay oo aan kulay wadanka imika idin ku yimid inaynu is aragno kulay hadal badan halkan ma jecli inaan ka idhaaho waxaan mar kasta idinka mahad celinayaa casuumada naga aqbasheen nooga timaadeen waxaan hadda leenahay kolley saxaafadeenna gadalolooyin fara badan oo ka muuqda u jiraan sidii odayaashu horu sheegeen inaynu gacmaha isqabsano oo kolley saxaafadu magacun bay wada leedahay ama websaytada ha noqoto ama jaraa'idada ha noqoto magacyo kala duwan oo leena laakiin dusha markay ka noqoto waxaa la isu keenaa horiyaal iyo saxaafad markaa kolley waxaad moodaana inaynu kala yara maqannahay oo qolaba meel u jeedo kolley waxa soo jeedin lahaa odayaashu kolley odayaashina way joogaan intii lagu dadaali lahaa ama anagu halka ay qurba ha noqoto ama kuwa gudaha ha noqoto leh bal in saxaafada loo sameeyo meel ay ku xidhan tahay
كلي قفوا ميل بوتشي لا بفلا يا ما الله ده نوصي تيجي مكاسة ميل كهذا بوتشينا كوه كلام ميل جاد بوتشي ده كلي لكن هو حفي عنا الله بدأنا نسكن مع ميل يلا إنك حكم هو ما له تقص الحرب سيدي مكان شيء يا سيدي حروت ولا يعني نال يربي مكا داول جيستي أو كله أما يمين يمين ولا بوه مغلي ياو مرتاع عيد الله لي عيد مرتاع قبل شوي من نايمان تا جيس صحافة نصيبه ده مش هذي ده وصل عقل لجمع فائدة ما نيجي ولا بوه كرني هو قفك استقرض الفوضى ما مكاسي وبح سنو هنا هنا كيني وحنقطة أما كيني حق الدولة في ما دام الحرب يعني هو قبل لها كل أنا وحسوت شيء لها هنا إلا الصبي وياش الصبي يعني جميش اللون قلا وين قلا هاي الصحافة وبريك ما علمك واحد عانى مورا هاي هل كاسين ما أنت تعرف كين وهاي وياش كده هم هم كل عن هذا مرة لقيت كم هالعلة يا حسوت أنا قاعد شيء يدو أنا شعنا هل كنا نحضر كم كسيرة عادي عاد بوم هسنتي لما تجيب كانوا برامج كان من لمدة كل مدونوا فرصة مدي خضر عبد الرحمن موسى خضر قرشة إيو فيلم قادستي خضر أو دخول أفيا نبضي.